تعطى اعتمادات لأحزاب على أسس غير قانونية، بل هي سياسية بالدرجة الأولى. وما يحدث في لحزبنا الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي هو أننا قدمنا ملف كامل لا ينقص فيه شيئا، ولا على مستوى الإداري وعلى مستوى القانوني. ما نراه هو أننا يعني ضحية معايير سياسية غير موجودة في الدستور، لم تكتب في أي قانون، وتستعمل من طرف الإدارة كحاجز لجعل بالساحة السياسية مكونة بهياكل فارغة لا تريد أن تبرز أحزاب سياسية تكون لها صدى في الشارع، يكون لها وجود في المجتمع، وتكون لها قوة